يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الرياضيه متعودين عليها كل يوم من دنيا لدنيا. اليوم حكون مدربكم كوتش احمد عريقات، حكون معي كوتش لونا. يسعد صباحك كوتش علاء، يسعد صباحك. اليوم حنقدم لكم فقره حنعمل فيها اهم 5 تمارين ممكن نعملها للجسم. حنبلش ورم اب احماء خفيف. طبعا هنعيد 5 تمارين 3 مرات بس حنعمل تكرارات عالي شوي. هنعمل شوية كارديو خفيف كمان. طبعا التمرين اللي هنعملها اليوم مع تكرارات عالية هنحرق سعرات حرارية بشكل عالي. بلش حرك داي، نعلي شوي الميوزك داي لو راح. شوي حيكون في جود منطقة الكتاف قدام. نعمل ستوب، حمي لور باك اسفل الظهر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا حنمسك البار، حنستخدم نلعب اول تمرين شولدر بريس. حيكون حتشوفوني من الجنب كوتش علاء لونا من قدام. طبعا البار يكون منطقة التشيست، حنطلع لفوق. 1 2 3 4 5. ما اجيب البار قدام راسي. 6 حاول فوق. 7 8. هنعمل 15 تكرار. 9 10 5 more. 1 2 3 4 5. هلا هنعمل ثاني تمرين برضه حتشوفوني من الجنب. هنعمل سكوات. هنبلش 1 سكوات، اهم شيء ركبي ما يطلع من اصابع رجلي. ظهري ستريت. 3 4 5 6 7 8 9 10 5 more 1 2 3 4 last 1 5. هلا هنروح على ثالث تمرين، هنعمل ديد ليفت. جاهزين؟ برضه حتشوفوني من الجنب كوتش علاء لونا قدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ظهري بلش 3 10. كتاب شدين. 5 more 1 2 3 4 last 1 5. نحط البار. هلا هنعمل بوش اب، هنرجع على الارض نعمل بوش اب. كوتش لونا حتعمل ايزي اوبشن. بفتح ايدي شوي ما اخليهم ضيقين. بلش برضه 15 تكرار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 more 1 2 3 4 last 1 5. هنطلع فوق، هنرجع نمسك البار. هنكون مع اخر تمرين، هنرجع نعيد من اول وجديد. جاهزين كوتش؟ Let's go. 1 1 2 3 4 5 6 7. ما انسى اخذ نفس. 8 9 10. 5 more 1 2 3 2 more 4. طبعا هذا تمرين برفع لنا الهارت ريت بشكل عالي. نريح شوي ناخذ نفس. كم مره
اخر وحده هنبدا اجين جافي كوتش هنعملهم شكل اصبع هنعمل 20 تكرار من 15 1 2 ليتس جو هنبلش شولدر بريس 1 2 3 4 ما انساش نفس وانا عم بلعب 5 6 7 8 طبعا بقدر انزل رجلي شيء خفيف عشان اعطي بوش للبار 5 1 2 3 4 5 هلا نعمل سكوات 1 2 جو 1 2 حاول نسرع شوي حتى نرفع هارت ريت 4 5 6 7 8 9 10 كمان 10 1 2 3 4 ما نسيت نفس زي ما حسبتكم 5 more 1 2 3 4 last one 5 هلا هنعمل دي ليفت كوتش علاء قالوا رح اوريكم اياه من الجنب 1 2 جو هنعمل 24 تكرار 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 10 1 حاول اسرع شوي 2 طبعا زي ما حكيتلكم شايفين كوتش علاء قالوا لنا ظهرهم ستريت تعرفهم في الدين 5 more 1 2 3 4 5 هناخد نفس خفيف هلا هننزل نعمل بوش اب بوش اب هنعمل 15 تكرار حتشوفوني من الجنب كوتش علاء قالوا لنا من قدام 1 2 جو 1 2 3 طبعا العضلات صدر نعملها التمرين بحركة لنا كتاف بحركة ترايسبس حضر المساعدة 8 9 10 ما حطيتش لون الايزي اوبشن طبعا 2 3 2 مور 4 5 هنطلع فوق نعمل اخر تمرين جاز كوت 1 2 1 اوكي نعمل هي 2 زي ما حكيتكم البار 3 فوق راسي 4 5 احاول اعطي البوش للبار قد ما اقدر 6 7 8 9 10 5 more 2 3 4 last one 5 ريح نروح النفس طبعا نعمل مجهود عالي نعمل فوتشينج كثير ناخذ نفس اول شيء بدل نزال قدام روح جنب الثانية شيل تحت الداي انزل على الارض طبعا احنا عملناهم هاي التمرين مرتين نقدر نعملهم ثلاث او اربع مرات نزيد التكرارات بدل شمال طبعا هيك بكون خلصنا فقرتنا اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيها استنونا الثلاثة الجاي فقرة رياضية جديدة بيوم رياضة جديد يسعد صباحكم
شكرا لمتابعتكم أصدقائي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.